وانا هاخد من كلام حضرتك ان يعني الرساله احنا دايما كلاعيبه وانت عشت الكلام ده كنا بنحس بالامان لان الجماهير في ظهرنا. طبعا يعني عنصر الامان وعنصر الثقه حتى لو في سوشيال ميديا دلوقتي وحتى لو في كلام كتير، وانا كان ليا راي ان لو جماهير النادي الاهلي موجوده في المدرجات في ماتش النادي الاهلي والزمالك اولا النتيجه كانت هتفرق لان كان فيها هيبقى محرك وانت بتحس بالكلام دوت. عوده النادي الاهلي الجماهير ما كانتش موجوده، العوده كانت الى حد ما والناس تقول لك روح النادي الاهلي، لا اللي بيدي كمان احنا عندنا روح لكن اللي بيبث الروح ديت هي الجماهير. والنقطه اللي برضه حضرتك قلتها ان ده قدر لعيبه النادي الاهلي انك بتلعب في نادي كبير نادي بطولات، فلما بتخسر مباراه اكيد بيكون النقد بيزعل شويه، لكن يعني عدينا الحته دي واحنا وانت من مدرسه النادي الاهلي وعارف ان في من زمان في حرب نفسيه كتيره جدا على النادي الاهلي وعلى مجلس النادي الاهلي. ف يعني برضو انت شايف القصه دي ازاي سريعا عشان عايزين يعني عندنا حاجات كتير قوي نتكلم. لا يعني انا اتكلمت مع الجماهير الاول وبقول للعيبه اللعيبه لازم تفهم ان هي بتلعب في اسم او تيشيرت النادي الاهلي تقيل طبعا، فلازم اللعيب يبقى عنده ثقه في نفسه يعني قد الدنيا. كلنا مرينا باوقات وحشه جدا في النادي الاهلي في هزايم او خسارات بطولات او كده، ومرينا بالحلو وعارفين ان الجماهير في اللحظه يعني هي اللعيب بيبقى في الملعب بيتشتم في كوره بعديها بيعمل كوره حلوه او يجيب جون كل الناس بتهيص. فلازم اللعيبه شخصيتها تبقى قويه وفاهمه القصه دي. صحيح الموضوع كتر بموضوع يعني دلوقتي بالسوشيال ميديا وما كانش زي من 10 سنين فاتوا او حاجه، ولكن لازم يبقى اللعيب الاهلي صلب ويتحمل الضغوط، وهي دي اللي بتميزه عن لعيب تاني. اللعيبه اخرى بتلعب في انديه ما فيهاش جماهير مش فارقه معاها، يعني هي بتلعب دلوقتي حتى تحت اصلا الماتشات بتلعب بدون جماهير يعني حتى قبل الكورونا وكده، لكن جمهورنا احنا مالك الدنيا هو وانت حتى ما بتلعبش بيه او ما بيحضرش دلوقتي مباريات في وقت استثنائي طبعًا. انت عارف انه بيتفرج طبعًا. وبيتابع وبيحلل ومعلق شغال كل يعني بيعمل كل حاجه بصراحه مستيبكوا يعني. فعشان كده لازم اللعيبه تبقى شخصيتها قويه، لازم يبقى عنده ثقه في نفسه، لازم اللعيبه قبل الجهاز الفني هي لوحدها تجمع نفسها اللعيبه طبعا ودي كنا احنا على طول متربيين عليها وخدناها من الاجيال اللي قبلينا الاجيال السبعينات اللي هم في والثمانينات واحنا كملنا وتوارثناها جيل عن جيل. احنا اول ما كانت بتحصل خساره قبل ما المدير الفني يتكلم وقبل اي حاجه اللعيبه الكبار اللي في الفرقه القدام بيبتدوا يجمعوا اللعيبه، سواء بنروح نتعشى عند حد نتغدى عند حد نخرج مع بعض نتجمع في النادي.